حصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوج، معكم عبد الرحمن النجار وأمل علي، والبداية بالعناوين. استنفار أمني بعد استشهاد مقاتلين بكمين لإرهابي داعش في كركوك، والسوداني يوجه برفع جاهزية القوات الأمنية. شركة طيران تلغي رحلاتها إلى العراق، وأخرى تحول مسارها بعيداً عن أجوائه بسبب القصف الإيراني. غارات في غزة ومعارك في لبنان، والبنتاغون يحذر الفصائل لن نتردد في مواجهة أي تهديد لمصالحنا. البرلمان يناقش موازنة العام المقبل، ونواب يحذرون من تداعيات الضرائب، احذروا غضب العراقيين. اجتماع ثلاثي مرتقب لاستئناف صادرات نفط الإقليم، حكومة كردستان تؤكد بغداد ستفاوض الشركات العالمية. جديد مرحبا بكم، والبداية أمنيا، حيث استشهد 4 مقاتلين وأصيب 3 آخرون في هجوم شنته عصابات داعش في كركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن قوة استخباراتية تعرضت لكمين خلال استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، ما أسفر عن استشهاد 4 مقاتلين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن تعزيزات أمنية تعقبت الإرهابيين بإسناد جوي فيما شكل مجلس للتحقيق في الهجوم. هذا ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني القيادات كافة برفع مستوى جهوزية القوات الأمنية لدرء أي مخاطر قد تهدد العراق. وخلال زيارة أجراها لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، أكد السوداني وجوب بذل أقصى الجهود اللازمة لضبط الأمن ومواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية وتطوير آليات التدريب التي تسهم في رفع مستوى الجهوزية أمام المخاطر التي قد تهدد العراق، بالتزامن مع تنفيذ الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق العام المقبل. إلى ذلك، أعلن العراق إعادة فتح أجوائه أمام حركة الملاحة الجوية بعد ساعات من إغلاقها بسبب اختراق 100 الصواريخ الإيرانية للمجال الجوي الوطني. هذا وشركة طيران عالمية أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المتوجهة إلى العراق وعلقت رحلات أخرى، فيما قررت شركات طيران أخرى تغيير المسار الجوي للرحلات التي تمر بأجواء العراق بسبب التطورات الأخيرة. تضاربت الأنباء بشأن استهداف قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات التحالف الدولي، تزامنا مع إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في الوقت الذي تشهد فيه قواعد التحالف الدولي تهديدات باستهدافها من قبل فصائل مسلحة، تشهد قاعدة عين الأسد بين حين وآخر تضاربا في الأنباء حول استهدافها. فبين تأكيد شهود عيان ونفي الفصائل باستهدافها، وبين مصادر تقول إن خزان صاروخ إيراني سقط بالقرب من القاعدة، حيث لاحظنا تكرار قصف قاعدة عين الأسد في غرب الأنبار، وهذا القصف يؤدي إلى عدم الاستقرار المحافظة، ونرفض أن تكون الأنبار ساحة للقصف وساحة للصراعات لتصفية الحسابات، حيث الكل يعلم هناك اتفاقيات أمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية. ضمن هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك الاتفاقية الأمنية التي تنظم وجود القوات الأمريكية داخل القواعد الأمريكية، ومن ضمنها قاعدة عين الأسد. التخوف من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد القصف الذي نفذته فصائل مسلحة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليثير هذا الوضع المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية في الأنبار وسط ترقب لردود الأفعال المحتملة من القوات الأمريكية.
كلها تأثر على الأمن وتأثر حتى على المحيط اللي موجود بقاعة عين الأسد، الأقضية، النواحي، غيرها كلها تأثر بها. بكل ضربة يتم غلق الطرق وتفتيش وغيرها وتأخير للمصالح، كل هاي الأمور أكيد راح تصب في مضرة المواطن أو مضرة العراقي بصورة عامة. التهديدات الأمريكية اللي كل ما يصير ضربة هناك تهديدات أمريكية أنه راح نسوي أو راح نجيب أو راح نودي، هاي الأمور كلها تأثر على الوضع الأمني بالبلد بصورة عامة. وبحسب خبراء أمنيون، يعتبر أي استهداف لقاعدة عين الأسد أو القواعد الأخرى علامة على تدهور الأمن في العراق والمنطقة بشكل عام، واستمرار هذه الأعمال العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد أكبر يشمل المنطقة برمتها. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. في طهران، هدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هدد بضرب البنى التحتية للكيان الصهيوني في حال استهدف إيران. وفي خطاب تلفزيوني أعلن باقري استهداف 3 قواعد عسكرية للكيان خلال هجوم ليل الثلاثاء. إذ لم يتم لجم الكيان الصهيوني وقام بأي إجراء ضد إيران فسوف نستهدف جميع بنيته التحتية. كنا نمتلك القدرة على مهاجمة البنى التحتية الاقتصادية للكيان، لكننا اقتصرنا بالهجوم على قواعده العسكرية. استهدفنا 3 قواعد جوية رئيسية للكيان في هذه العملية. لم نستهدف البنى التحتية للكيان وشعبه، ولكن إذا ارتكب جرائم أو أعمالا ضد سلطتنا فسيتم استهداف جميع البنى التحتية الحيوية الخاصة بهم. في المقابل، قالت واشنطن إن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يخلف خسائر تذكر. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن إسرائيل وبمساعدة مباشرة من الولايات المتحدة وشركائها تمكنت من هزيمة هذا الهجوم بنجاح على حد وصفه. أطلقت إيران ما يقرب من 200 صاروخ باليستي ضد عدد من الأهداف في إسرائيل. جاءت الولايات المتحدة مرة أخرى للدفاع عنها ضد هذه الهجمات، تماما كما شاركنا في الدفاع سابقا عندما شنت إيران هجومها في 13 أبريل. تقييمنا الأولي هو أن إسرائيل بمساعدة مباشرة من الولايات المتحدة وشركائها تمكنت من هزيمة هذا الهجوم بنجاح. بدوره جدد البنتاغون تحذيره للفصائل بأن أي استهداف للمصالح الأمريكية في المنطقة سيواجه برد مناسب وحاسم. Additionally, no U.S. personnel were injured or harmed during the Iranian missile attack. إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن شعبها. هذا وكانت إيران قد أطلقت مساء الثلاثاء 100 الصواريخ الباليستية على مدن الكيان الصهيوني في هجوم أبلغت به روسيا وأمريكا قبل تنفيذه. وبث التلفزيون الإيراني مشاهد العملية التي قال إنها جاءت ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله ونائب قائد فيلق القدس ورئيس حركة حماس. هذا وأغلق الكيان الصهيوني أجواءه لأقل من ساعة قبل أن يعاود استئناف الحركة مجددا، فيما بدا أنه على علم بتوقيت بدء العملية الإيرانية وانتهائها. على الأرض تستمر حركة النزوح من لبنان باتجاه الحدود مع سوريا، فيما تحتدم المعارك في الجنوب بين قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله بعد توغل جنود الاحتلال. هذا ويواصل الاحتلال قصف مواقع في الضاحية وجنوب لبنان في محاولة لإجبار المدنيين على النزوح منها. يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان جيش الاحتلال إطلاق عملية برية في العمق اللبناني. من بغداد ينضم إلينا الخبير الأمني سرمد البياتي للحديث عن الملف الأمني. مرحبا بحضرتك أستاذ سرمد. دعنا نتحدث بداية عن كمين تنظيم داعش اليوم الذي استشهد على أثره 4 جنود وجرحى آخرين. هل هنالك عودة للخلايا النائمة؟ هل نواجه ضعفا استخباراتيا لدى القوات الأمنية؟
يعني هو خرق أمني، وخرق أمني كبير جدا عندما تعطي هالمستوى من الخسائر، يعني 4 شهداء. يعني أنا ذكرت معكم يعني داعش ربما لا تستطيع السيطرة على الأرض لكنها تستطيع إيقاع الخسائر بالقوات الأمنية، وهذا أكبر دليل على ما يحصل، وخاصة في المنطقة اللي هي يعني في الحويجة والوديان وادي صغيتون بقية الوديان الموجودة. هذه الأرض دائما تكون مخططة بالقصب والبردي، فلذلك المنطقة خطرة جدا، هم كان عندهم واجب ووقعوا في كمين. هذا الموضوع يعني إلا ربط أيضا يعني ما يجري في المنطقة كل، لكن للأسف يعني أنا كنت يعني متوقع بأنه هو فعلا القوات الأمنية كانت في حالة إنذار وإنذار مشدد، فاستغرب أنه كيف في هاي الحالة وفي إنذار وتقع عندنا مثل هاي الخسائر. لذلك الحيطة والحذر مطلوبة في هذا الوقت، المنطقة مشتعلة من كل الجهات، وأغلب الأحيان مثل هاي التنظيمات الإرهابية هذه الأجواء وهذه الـ 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 هذه الـ الـ هذه الأوضاع تعطيها دعما كبيرا للقيام بمثل هذه العمليات. فلذلك ليس من المستغرب أن نشوف مثل هذه العمليات. لذا يعني أوصي، ما عندنا غير نوصي الأجهزة الأمنية بأنه يا شباب انتبهوا، يعني هنالك مشكلة في المنطقة، وهذه المشكلة قد تنعكس على العراق في هذا الموضوع، على اعتبار أنه كل قطاعات الأمنية منتبهة أنه بيكون يعني يقحمون في معركة أو في ما يجري في هذه المنطقة بصورة عامة، لكن تأتينا ربما ضربات من جهات يعني لم نأخذها بالحسبان. طيب نعم. هل هذا يعني مثل هكذا اعتداءات تدل على أننا لا يمكن أن نستغل عن خدمات التحالف الدولي أو الشراكة الأمنية معه أو مع الأمريكان برأيك؟ شوف هذا الموضوع خلينا نحلله بصورة صحيحة. أولا إحنا حاليا عندنا عقود وعقود مهمة، يعني عقود تخص الدفاع، عقود تخص السيادة الجوية، لكن أنت تعرف التحالف ينسحب سبتمبر 2025 إلى قاعدة أربيل، لكن إحنا عندنا اتفاقات ثنائية معهم حول التعاون الأمني في فيما يخص هذا الموضوع. لكن يعني لو أريد أن أتكلم ربما إذا ذهبوا بدون أن يعني بدون أن نستطيع السيطرة على أجواءنا ونستطيع السيطرة على معلومات الاستطلاع الجوي، هذه ربما تكون مشكلة. أنا قلت هذا الكلام وأكرره دائما، مناطق هنالك مناطق تحتاج لها بالإضافة إلى عمل استخباري من الأرض، تحتاج لها عمل استخباري من السماء، تحتاج لها من الجو، وخاصة فيما يخص حمرين وخاصة الغربية، الصحراء واسعة جدا مترامية الأطراف، هذه كيف راح السيطرة عليها؟ يعني أنت زين، هو عمل استخباري أوكي، كاميرات حرارية أوكي، لكن هاي كلها إلها مديات، هذه كلها إلها مديات معينة. أما المسيرة تبقى تلف، بالمناسبة شوف التحالف عندهم كل 12 ساعة يطيرون مسيرة، تبقى 12 ساعة بالجو، تنزل تصعد وحدة بمكانها زين من أجل مراقبة الأجواء. أنا سألتك هذا السؤال أستاذ سرمد لازم، لأن البعض يقول نحن لا نرى جهود التحالف مثلا أثناء عمليات كهذه التي حدثت، وهي تحدث للأسف باستمرار، أين التحالف إذن؟ لهذا سألتك، وفعلا أين التحالف مثل يعني قد ما يعني أنت اترك التحالف، وين الاستخبارات مالتنا؟ وين العمليات الاستخبارية؟ يعني إذن هاي المنطقة أنت لو تنتبه صار التركيز بهاي المنطقة ومناطق الدبس، ترى احنا قبل شهر ناطين ضباط 2 برتبة مقدم وضباط استخبارات استشهدوا نتيجة حبوة ناسفة، تذكر لو لا طلعت وياك همين في نفس الموضوع. فلذلك العمليات مستمرة في هذا القاطع، إذن ما دام العمليات مستمرة أكتب جهدي استخباري في هذا القاطع. زين احنا عندنا استخبارات جيش، استخبارات عسكرية، استخبارات داخلية، عندنا أمن وطني، عندنا مخابرات، كل هاي الدوائر الأجهزة الأمنية ممكن أن تعمل في هذه المنطقة. ليش هسه جهاز مخابرات عمل بالغربية ويعني عرفت أنت ال 14 قتيل ال 15 قتيل اللي قتلناهم قادة الخط الأول مان داعش، لكن في وقتها
تم سؤالي هم أعتقد من خلال قناتكم الموقرة ومن خلال بقية القنوات أنه هل انتهى داعش في العراق؟ لا، ما ينتهي، لأن أكو خلايا موجودة تعمل بدون أوامر. افتهمت لو لا؟ أنا أريد أوصل هاي الفكرة. بالتأكيد أنا حتى الأزمة الأمنية بالتأكيد. وهنا يعني حديث مناسب لدى البعض لكيل الاتهامات، أنتم حواضن إلى آخره، لكن الكلام الواقعي يقول يوجد إجرام في كل مكان ونفس أمارة بالسوء. أفهم هذا ما تقوله. هنالك شيء آخر أستاذي العزيز. طيب تفضل. نعم ده أكمل خالف. أنا أقول لك موضوع واحد، يعني اليوم أمي خالف، اليوم أنت الحاضنة شلون تعرفها هذه حاضنة؟ أنت إذا هن 5 بيوت موجودة بقرية هم ولد عم أو شيء بعيد عن القوات الأمنية 50-60 كيلومتر، ويفوت لهم داعش بالليل أو تفوت لهم مفرزة مسلحة مال داعش، أريد مي، أريد أكل، أريد نشحن موبايلاتنا، يعني إيش تقدر تسوي لهم؟ يعني مو هذا الموضوع ناقشناه وحكيناه وتكلمنا براعي بالجزيرة، ويخرجون من أنفاق لا يمكن للتحالف أحيانا وقواتنا العراقية الوصول إليها، معلوم. هنالك شيء آخر قبل أن ينتهي وقت جنابك، تداعيات الأحداث الأخيرة والقصف الإيراني إلى آخره، وأنت تقول المنطقة تشهد غليان، الارتدادات على العراق، البعض يتكهن بانتهاء الأزمة نهائيا. يعني يا أزمة انتهت، الأزمة تكون الآن بدأت، يعني اليوم إسرائيل، أنا يعني هم قلت لك أنا كنت أتمنى التدخل البري، فعلا اليوم إسرائيل دخلت بريا من يوم أمس وأول أمس، والنتائج اليوم 3 ضربات، اليوم 8 قتلى عندهم وما أعرف كم جريح، ومن ضمنهم ضباط قائد الوحدة اللي تقدمت. هنا الوضع تطور، يا ريت يستمرون يتركون القصف على المدنيين ويلتهون بحرب حقيقية، هاي الحرب الحقيقية. هذا التماس عندما يصير بيننا وبين العدو، هاي الحرب الحقيقية. زين، ضربة إيران، احنا البارحة طلعنا وياكم معرف، ضربة إيران من المبكر معرفة الخسائر، لكن من خلال التقارير الغربية حقيقة يعني اللي وصلت لها، نعم أكو خسائر حقيقة، أكو خسائر مادية كبيرة عندهم بالمطارات، لأن هي انضربت 3 مطارات وموقع موساد، عندهم خسائر كبيرة، وبدت ترى تظهر فيديوهات قبل ما أدخل استوديو، بدت تظهر فيديوهات يعني على مستوى الخسائر، عجلات على مطارات على شيء، لكن أنا أقول لك قد يكون خسائر مدنية ما عندهم، قد يكون هالشيء، لكن كخسائر معدات ومباني وبنى تحتية لا، يعني أكو خسائر بالموضوع. الخبير الأمني والاستراتيجي من بغداد كنت معنا، سر مدى البياتي، شكرا لك. الأخبار مستمرة. تحت قبة البرلمان أعلنت المالية النيابية المباشرة بمناقشة جداول موازنة 2025 مطلع الشهر المقبل من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع والالتزامات المالية الأخرى. جددت اللجنة تأكيدها أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل إلى نهاية السنة الحالية، مضيفة أنها تعمل على معالجة التأخر الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة، ومن أجل إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة. بدورها حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية من خطر تأخر التخصيصات المالية والتشغيلية في قطاع الصحة، لافتة إلى أن التأخير يهدد بتفاقم أزمة الأدوية والعلاجات الطبية. وأوضحت اللجنة أن وزارة المالية لم تمول دوائر الصحة في عموم البلاد منذ أكثر من 3 أشهر، مضيفة أن المؤسسات الصحية تشتري الأدوية بالدين، فضلا عن النقص الحاد الذي يهدد حياة المواطنين. بغضون ذلك، أكد رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النائب أمير المعموري أن مجلس النواب لا يؤيد فرض ضرائب جديدة على المواطنين، مضيفا أنه تم تسجيل اعتراضات عليها لدى وزارة المالية. عملية فرض الضرائب على المواطنين بالنسبة لنا كمجلس نواب عراقي ما مؤيدين لهذه العملية، هناك الكثير
من الأمور ممكن تعظيم إيرادات الدولة لكن ليست على حساب المواطن وكاهل المواطن. بالنسبة في وخاصة بهذه النسب الآن اللي تم عرضها من خلال وسائل الإعلام وكتاب صادر من هيئة الضرائب العامة بهذه النسب العالية، حقيقة ما ممكن تطبيق هذه الفقرة بهذه المبالغ العالية التي سوف تكون قوية جدا على المواطنين. للأسف الشديد هناك سجل اعتراض من قبل الأخوة النواب في هذه الفقرة، وسوف يكون هناك كتاب كذلك إلى وزارة المالية بخصوص ما تم تداوله من كتاب يتطرق إلى نسب 40% و50%. حقيقة هذه النسب كبيرة ولا نعتقد هناك إمكانية لدى المواطنين بخصوص هذا المبلغ، وخاصة العقارات في العراق عقارات أسعارها غالية جدا ومرتفعة في نفس الوقت. فبالنتيجة عملية تمكين المواطن مع فرض هذه الضرائب بهذه النسب هي سوف تكون حقيقة محل جدال، وبنفس الوقت لا توجد توافق عليها كامل من كافة الأخوة النواب. بدوره أشار رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة أمير المعموري إلى أن هناك طرق أخرى لتعظيم إيرادات الدولة، منها المنافذ الحدودية وعقارات الدولة التي بيعت بغير سعرها الحقيقي. فيما يخص فقرات تعظيم إيرادات الدولة، نعم مع تعظيم إيرادات الدولة هناك لدينا المنافذ الحدودية يجب السيطرة عليها، هناك إيرادات خاصة بالنسبة للتجار وغيرها المواد التي تدخل إلى العراق، إضافة إلى عملية السيطرة على النفط، عملية السيطرة على المستخرجات الأخرى الموجودة في هذا البلد، تعظيم الواردات من العقارات اللي موجودة اللي تم السيطرة عليها ولم تباع بسعرها الحقيقي. نحن في لجنة عقارات وأملاك الدولة وجدنا الكثير من العقارات، وهذه العقارات للأسف الشديد تم بيعها ولم تكن بالقيمة الحقيقية لهذا العقار، والفرق يتعلق في هذه العقارات بالمليارات. عقار أحد العقارات فرق البيع ما بالقيمة التقديرية الحقيقية وفرق البيع اللي تم بيعه هو حوالي 50 مليار بعقار واحد، هذه كلها خسارة لموازنة الدولة، أصول الدولة باعت ليست بقيمتها الحقيقية. في محاولة منها لتعزيز إيرادات الدولة وتجاوز الأزمة المالية ومعالجة العجز في الموازنة العامة، الحكومة تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين. المزيد في هذا الطريق. الضرائب الجديدة طوق نجاة للحكومة أم عبء جديد على كاهل المواطنين في ظل أزمة مالية تواجهها الحكومة نتيجة تراجع إيرادات النفط وانخفاض قيمة الدولار؟ يأتي هذا وسط مخاوف متزايدة من عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها، ما دفعها إلى البحث عن حلول سريعة لتعزيز مواردها المالية. شكلت الحكومة لغت غيرت سعر صرف الدينار العراقي إلى 1300، وأنا كنت منتقد هذا الشيء. خسرت الحكومة من 13 إلى 16 تريليون حسب سعر البرميل. اليوم الحكومة تفرض ضرائب، ليش؟ لأن نزل سعر البرميل، من وضعت الموازنة وخلت عجز 64 تريليون، كان سعر النفط مرتفع، عينت مليون، هاي مو سياسة، هذا رد فعل جزئي، هذا تخبط. فاليوم الحكومة ما عندها سبيل حتى توفر الرواتب إلا تفرض ضرائب، وهذا المواطن راح يتحملها. هذه الضرائب لم تقتصر على السلع أو الخدمات العادية، بل شملت قطاع الصحة حيث فرضت على علاج الأمراض السرطانية. هذا القرار أثار جدلا واسعا بين نواب البرلمان الذين وصفوه بأنه كارثة صحية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المرضى خاصة للفئات الضعيفة. جاء في نص المادة 28 من الدستور نصا لا تفرض الضرائب، مادة 28 لا تفرض الضرائب ولا الرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون. ما نراه اليوم خطر كبير جدا، خاصة في وزارة الصحة. في وزارة الصحة بدأوا يفرضون الرسوم والإجور بدون قانون، فعلى سبيل المثال مستشفى الأورام السرطانية في النجف الأشرف اللي تجيها كل المحافظات أو مستشفيات الأورام السرطانية بالعراق، هناك رسوم على المرضى، هو مصاب بالأمراض السرطانية يطلب ويتداين ويبيع بيته على مود يشتري أبرة، تجي تفرض عليه رسوم، هاي مخالفة للدستور. الضرائب الجديدة أحدثت حالة من التوتر والقلق بين المواطنين الذين يخشون من تفاقم أعبائهم المالية. يشعر كثيرون أن فرض هذه الضرائب سيؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة اليومية. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي درغام محمد. مرحبا بك أستاذ درغام. في ظل انخفاض أسعار النفط والسياسات الاقتصادية غير المجدية التي تتبعها أو اتبعها البنك المركزي، كيف ترى حظوظ الموازنة الاتحادية للعام المقبل؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم. موضوع تقديرات الموازنة انتقدناها منذ البداية كونها كانت تقديرات مرتفعة للإيرادات وبنيت على سعر برميل نفط مرتفع كان المفروض لا تبنى على هذا السعر. أيضا قيمة العجز مرتفعة وأدوات سد العجز أدوات تقليدية جدا وغير منتجة، لذلك ظهرت عندنا هاي الفجوة المالية التي يتم محاولة سدها من خلال فرض رسوم وضرائب لا يتحملها الشارع في الوقت الحاضر، خصوصا في ظل وجود أزمة السكن، ارتفاع قيمة العقارات بسبب غسيل الأموال والعديد من القضايا الأخرى التي لا يتحملها المواطن. لذلك فرض الضرائب يجب أن يكون على فقرات محددة مثل الشركات التجارية والشركات الغير منتجة الغير مدرة للدخل والتي تستفيد من العراق، مثل مراكز التبضع، المولات، مدن الألعاب والعديد من الفعاليات الترفيهية التي هي لا تصب في خدمة اقتصاد البلد ولكنها يعني مردودها المالي جيد. إضافة إلى ذلك بعض الخدمات اللي تتعلق بحياة المواطن يجب أن تكون بمنأى عن أي سياسة اقتصادية. أيضا الحكومة مطالبة بكسب مزيد من الشعبية في الشارع العراقي بسبب كونها قريبة من الشارع وحاولت أن تنجز إنجازات لم تنجزها حكومات قبلها من خلال تبني منهاج إصلاح اقتصادي، لكن هذه الضرائب سوف يعني نعم. تتراجع بشعبية الحكومة إذا ما استمرت على المرسوم. هنا يأتي سؤال سيد درغام، لماذا تصر السلطات دائما عندما تذهب لمعالجة أزمة السيولة النقدية وأزمة العجز الموازنة تذهب دائما إلى المواطنين؟ لماذا تصر دائما للذهاب إلى المواطنين رغم أنها تمتلك خيارات أكثر فعالية وأكثر جدوى؟ ضعف الاستشارات الاقتصادية للأسف، يعني المستشارين الحكوميين لحد الآن لم يثبتوا جدارة في منح استشارات اقتصادية عالية المستوى للحكومة. إضافة إلى ذلك عدم وجود أدوات سد عجز بسبب ضعف التنمية في العراق. حاليا الحكومة ماضية في سياسات دعم التنمية عبر إعادة تفعيل القطاع الصناعي، إيجاد مبادرة صناعية، إضافة إلى ذلك الحكومة تسعى أيضا إلى إيجاد مبادرة زراعية، وكذلك أيضا العودة إلى مسار التنمية عبر طريق التنمية، لكن هاي تأخذ وقت. الحلول العاجلة لا يجب أن تعتمد على فرض الضرائب وإنما متابعة الأموال المنهوبة في العراق، وكذلك أيضا مكافحة الفساد والعديد من الفقرات التي لا تمس حياة المواطن، بالعكس هي تكون مساندة لحياة المواطن، أنه أقضي على الفساد، أقضي على أو تابع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، العديد من الفقرات التي بدأت بها الحكومة، لكن هناك ضغوطات يبدو أن تتعرض لها الحكومة لكي لا تنفذ هذه البرامج الإصلاحية. فبالحصيلة الضرائب هي آخر حل يجب أن تلجأ إلى الحكومة في الوقت الحاضر كون يمس حياة المواطنين ويمس قطاع أساسي الحكومة تبنته اللي هو قطاع السكن. قطاع السكن يعني هو أساسا بمشكلة، وأيضا عمليات الفساد كبيرة جدا في الدوائر العقارية في الدوائر البلدية، يجب متابعة هذا الفساد قبل أن أفرض ضريبة على المواطن تثقل كاهلة. أيضا تذهب إلى السلطات إلى بيع أصول الدولة وبشكل متسارع الفترة الأخيرة بحجة تمويل الموازنة وسد العجز، إلى أين ستصل الأوضاع؟ هل سنصل إلى نقطة الدولة بلا أملاك؟ وما مدى قانونية ذلك؟ لحد الآن لا توجد أصول مهمة معروضة للبيع. في حكومة السيد الكاظمي كانت هناك أصول خطيرة معروضة للبيع مثل محطات الطاقة الكهربائية، الحمد لله لم نصل إلى هذا المستوى ضمن الحكومة الحالية. الأصول المعروضة للبيع لا تبدو لهم بهذه الأهمية التي يتم إثارة حولها، لكنه موضوع الضرائب مثل ما أسلفنا هو الموضوع الأخطر. زيادة الضرائب بهذه النسب العالية خصوصا في قطاعات حيوية مثل قطاع السكن،
هذه وكذلك القطاع الصحي والعديد من الفقرات الإنسانية التي تمس حياة المواطن هي عملية غير صحيحة ويجب إعادة النظر بها، وأعتقد أنه السيد السوداني لن يقبل بمرور مثل هكذا أمور. الخبير الاقتصادي درغام محمد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. وفي أربيل أكد رئيس ديوان حكومة كردستان أميد صباح أن الإقليم يسعى إلى استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان إذا تمكنت وزارة النفط الاتحادية من إقناع الشركات النفطية العاملة في الإقليم وصرف التكاليف الحقيقية للإنتاج. حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها بما يخص استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، وما تبقى حاليا يتعلق بوزارة النفط من خلال تقديمها ضمانات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بدفع التكاليف الحقيقية للإنتاج. لا يوجد لدينا أي مانع بأن يتم استئناف التصدير مرة أخرى في أي وقت تمكنت فيه وزارة النفط الاتحادية من إقناع الشركات النفطية العاملة في الإقليم وصرف التكاليف الحقيقية للإنتاج. من المقرر أن تجتمع الأطراف الثلاثة، حكومة الإقليم والشركات النفطية العاملة في كردستان ووزارة النفط الاتحادية، للتوصل إلى حل الدستوري والتعامل مع هذا الملف وفقا للدستور. ومن كردستان إلى البصرة، حيث يشهد الاقتصاد العراقي تحدية كبيرة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتقلب أسعار النفط العالمية التي يعتمد عليها كونها مصدرا أساسيا لاقتصاد البلاد. نتابع. توترات في المنطقة، يقول اقتصاديون أنها باتت تنعكس على أسعار النفط العالمية، لا سيما بعد بلوغ نفط البصرة الثقيل 66 دولارا، وترجيحات أن يشهد انخفاضا قد يصل إلى 50 دولارا، الأمر الذي يهدد الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخل البلاد. طبعا اكو مشكله اقتصاديه بالعراق، اكو مشكله في تمويل النفقات العامه، كثير من النفقات تم تاجيلها، الاستثماريه تم تاجيلها بالكامل، طلب من الوزارات الاقتصاد بالانفاق لانه سعر النفط خلال الاسبوعين الماضيين انخفض كثيرا، وسعر النفط هذا العام خلال عام انخفض بحدود 25 دولار. اكاديميون من جامعه البصره أشاروا إلى إمكانية عكس تأثير التوتر والحروب الذي يشهده العالم بشكل عام بصورة إيجابية على العراق، لكن ما جرى على الواقع هو عدم التحرك بخطوات متسارعة تتناغم مع حاجة الأسواق للنفط والثروات بعد ارتفاع أسعار الغاز جراء الحرب الروسية الأوكرانية. الجانب الروسي كان المفروض نستغلها أكبر، يعني تستغل خط التجارة الدولي وأيضا الموانئ العراقية وتصدير الغاز، فأكيد راح يكون أكو نقص بسد الغاز خاصة الجانب الروسي، وعندنا غاز إحنا متاح ممكن استثماره، لكن ما قدرنا نحرك بهذا الجانب مع الأسف. خبراء اقتصاديون توقعوا أن تشهد الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار النفط وفق توجه السعودية المعلن بعدم الالتزام بقرارات أوبك بخفض الصادرات، والانتخابات الأمريكية التي تسعى لكسب الجمهور من خلال خفض أسعار النفط وتأثيرها على أسعار البنزين. التوترات مهمة، أنه سعر النفط سوف يبقى في مستوى متدني خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. اقتراب الانتخابات الأمريكية، الرؤساء الاثنين الحزب الجمهوري والديمقراطي يهتمون بسعر نفط منخفض لأن يوفر بنزين منخفض بأسعار منخفضة، وهذا يجذب لهم مرشد يعني أصوات عديدة. هذا موضوع مهم ينبغي أن نعرج عليه وأن لا نعيش في الأحلام. ومع ازدياد حدة التوتر في المنطقة جراء تصاعد الأحداث والحروب، يؤكد مراقبون أهمية أن يعيد المسؤولون عن الإدارة المالية في البلاد النظر من خلال العمل على تخفيض الإنفاق الحكومي مقابل البحث عن إيرادات جديدة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدولة. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي ياسين عزيز. مرحبا بك أستاذ ياسين. دعنا نتحدث عن الأرضية السياسية،
في أربيل، أسألك هل هي مناسبة لإقناع الاتحادية في بغداد بتصدير النفط مثلا عبر جيهان التركي، فك نوع من الخناق الذي تتأثر به حاليا أربيل اقتصاديا؟ مساء الخير أستاذ عبد الرحمن، تحياتي لكم ولست أمل ولمشاهدي الفلوجة الأكارم. يعني أربيل منذ توقف تصدير النفط في 25/3/2023 تضررت حكومة الإقليم ونشهد رغم التفاهمات الإيجابية الموجودة بين أربيل وبغداد إلا أن لا تزال مشكلة الرواتب، مشكلة الميزانية، مشكلة دعم المشاريع موجود في الإقليم. الإقليم كان قبل قرار إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يمتلك يعني قوة مالية جيدة من خلال إيرادات النفط التي كانت تبلغ مئات الملايين من الدولارات وكانت لا تحتاج كثيرا الحكومة الاتحادية. حتى الحكومة الاتحادية لم تكن بحاجة إلى تفاهمات وإلى مفاوضات لتمويل الرواتب أو ما إلى ذلك، باعتبار أن للإقليم كان هناك موردا جيدا خلال تصدير النفط. لكن بعدما حصل والشكوى العراقية في محكمة التحكيم الدولية في باريس وجرى ما جرى وإيقاف تصدير النفط، كان على الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولياتها. حكومة الإقليم تقول الآن هي ساحتها بريئة في هذا الموضوع، حتى بالنسبة للتفاهمات وكما تفضل السيد رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة الإقليم أن الآن المشكلة الأكبر خلينا نقول مثلا الموجودة في موضوع إعادة أو استئناف تصدير النفط هي الشركات المنضوية تحت اسم أبيكور المصدرة أو المنتجة للنفط في وعلى ما يبدو تريد أربيل باعتبار أن هناك اختلافا كبيرا. لطيف، على هذا الحديث يعني تريد أربيل أن تقوم الحكومة العراقية بإقناع هذه الشركات بصرف التكاليف الحقيقية للإنتاج إلى آخره من ما صحيح. يعني باعتبار كما قلت يعني أن الخلافة في السعر أو التكلفة الموضوعة في موضوع إنتاج البرميل الواحد، الحكومة الاتحادية أعلنت أو أبدت استعدادها في أن تدفع 8 دولارات عن كل برميل، لكن الآن هذه الشركات كانت تستلم من حكومة الإقليم 26 دولار باعتبار أن هناك خلاف في تضاريس الإنتاج النفطي في إقليم كردستان، باعتبار أن في إقليم كردستان هناك تضاريس وجغرافيا معقدة وصعبة، الجبال والوديان ليس كالمناطق الأخرى في العراق، هي مناطق مفتوحة وسهلية وصحراوية يمكن أن يكون العمل فيه أسهل. بالمقابل تقول بغداد أن أربيل تأخذ أكثر من حقها في هذه المعادلة مثلا؟ هي المشكلة في أن هناك عدم تام. بغداد تقول أو الأطراف السياسية الضاغطة على حكومة بغداد أيا ما كانت تحت حكومة، سواء في حكومة السيد السوداني الآن والحكومات السابقة، الضغط السياسي والسجال السياسي أثر على عمل المؤسسات التنفيذية بين أربيل وبغداد، وتقول أن الإقليم يأخذ في كل شيء، الموارد، البيشمركة مثلا، موضوع النفط، موضوع الميزانية، موضوع الرواتب. يعني هذا الاتهام موجود في حكومة الإقليم. أنا أتصور لو ترك المجال للأطراف أو خلينا نقول مثلا المختصين في الشؤون الفنية القانونية الإدارية، أتصور أن معالجة هذه المشاكل سواء في ما يتعلق بالنفط أو الرواتب أو المنافذ أو الواردات النفطية أو غير النفطية تكون أسهل. طيب لما لا تترك هذه الأمور للاتفاقات السياسية؟ يعني نحن نذكر بشكل جيد أن أربيل مشت مع الحكومة، مع القوى السياسية في تمرير الكابينة الوزارية لمحمد الشيعة السوداني في قضايا البرلمان، في العديد من القوانين. فيعني ماذا حصل للاتفاقات؟ لا، الإقليم لا تزال القيادة الكردية يعني تتهم الأطراف السياسية المتنفذة في بغداد، خاصة الإطار التنسيقي، بأنها تتنصل من هذه الاتفاقيات التي تمت بموجبها تشكيل حكومة السيد السوداني،
تسع نقاط كان ضمن الاتفاق السياسي أو الورقة السياسية الموقعة بين خلينا نقول مثلا القيادة الكردية وقيادة الإطار التنسيقي، يعني الحكومة في إقليم كردستان أو القيادة الكردية بشكل عام تتهم الإطار التنسيقي بالتنصل بين حين وآخر سواء في موضوع الرواتب حتى في المعالجات كما قلت الإدارية والفنية. هناك اتفاقيات يعني قبل فترة في 8/9 شهدنا زيارة للمجلس الاقتصادي الأعلى في العراق في الحكومة الاتحادية، زارت أربيل وحدثت تفاهمات لا سيما في موضوع تمويل الرواتب، لكن إلى الآن لم يتم معالجة كل هذه المشاكل العالقة والتي تؤثر على الشارع في إقليم كردستان أكثر ما تؤثر على الأطراف السياسية وحكومة الإقليم أو القيادة السياسية بشكل عام. لذا أتصور كما قلت لا يزال الضغط السياسي والسجالات والضغوطات السياسية والمشاكل السياسية للأسف هي الطاغية المسيطرة على كل هذه الحوارات، ومع تخفيف هذه الضغوطات أنا أتصور أن لو ترك المجال للحكومتين في الناحية المؤسساتية التنفيذية أتصور أن معالجة ليست صعبة، وأن على حكومة الإقليم أيضا تقدم مرونة والحكومة الاتحادية تقدم مرونة للتواصل والاتفاق في أرضية أو مساحة وسط بين الطرفين. شكرا جزيلا إليك المحلل السياسي، كنت معنا من أربيل ياسين عزيز. الأخبار مستمرة. استمر انقطاع التيار الكهربائي والماء في عموم محافظة النجف ليومين على التوالي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في معظم مناطقها. ورغم تزايد شكاوى المواطنين لم تصدر الجهات المعنية في المحافظة أي توضيح حول هذا الوضع، مما زاد من استياء الأهالي الذين طالبوا الحكومة باتخاذ خطوات سريعة لحل هذه الأزمة. اليوم الفاتن عشنا بمحافظة النجف ظلام دامس للأسف بسبب يعني بحسب ما عرفنا خروج أحد الخطوط الرئيسية عن الخدمة اللي هي شمالية، وبالتالي أثر على أجزاء كبيرة من المحافظة بانقطاع طويل للكهرباء، وهذا يعني يدعونا للتفكير ألف مرة ويدعونا من خصوصا من الجهات المعنية أن تعيد النظر بمثل هذه الأمور وأن تجعل تنسيق مستمر سواء مع المولدات الأهلية من أجل إعانتها على أقل تقدير. بالتالي صارت أحياء عندنا كاملة أن تعاني من شحة أو عدم وجود نهائي للكهرباء والمياه سوى. الموضوع يعني يحتاج له يعني وقفة جدية يعني من أعضاء مجلس محافظة من الحكومة التنفيذية. ممكن أنه إذا ما شفنا الأذان الصاغية للموضوع وما شفنا حلول جذرية ممكن نسوي الوقفات الاحتجاجية أمام دائرة الكهرباء أو مجلس المحافظة أو غيره. الكهرباء تجي كل 6 ساعات تجي ساعتين أو 4 ساعات تجي ساعتين، بالإضافة إلى أنه المي انقطع هالدور ماكو. ليش؟ لأن المنظومات ما جاي تغذي يعني تتغذى بالكهرباء بشكل صحيح، لذلك الغطاسات كلها انطفت. احنا نطالب من الحكومة بأنه يستعجلون بحل أعطال الكهرباء. إلى متى احنا نبقى هيك؟ العطل يبقى يوم يومين 3 أيام يا الله يصلحوا. نريد حلول آنية وسريعة. عانت مدينة الفلوجة لسنوات عديدة من شح المياه ما أثر سلبا على حياة سكانها، وبعد 14 عاما استؤنف العمل في مشروع مياه الفلوجة الكبير باعثا الأمل في نفوس الأهالي. بعد أن توقف العمل فيه منذ نحو 14 عاما، كوادر وزارة الإعمار والإسكان تستأنف أعمالها في مشروع ماء الفلوجة الكبير بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 متر مكعب في الساعة. هذا المشروع سيخدم نحو 80% من مناطق الفلوجة لا سيما المستحدثة مؤخرا شمالي وجنوبي المدينة. بالنسبة لمشروع ماء الفلوجة الكبير سعة 4000 متر مكعب بالساعة، هو من المشاريع المهمة والاستراتيجية الخاصة بدائرة ماء الفلوجة، حيث سعته 4000 متر مكعب بالساعة وطال انتظار إنجازه لفترة طويلة، وحيث أن هذا المشروع سوف يغذي أحياء واسعة من مدينة الفلوجة منها المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية ومناطق التوزيع الجديد. هذا ويعاني سنويا نحو 200,000 نسمة في مناطق عديدة من قضاء الفلوجة من ظاهرة شح المياه خصوصا في فصل الصيف، ومن المؤمل أن يسهم هذا المشروع للخلاص من الأزمة كما يقول الأهالي. وكل صيف يعني احنا هاي شحة المياه يعني مشكلة مشكلة مشون ما كان، يعني هاي المياه
يجوز بعض الناس بالليل تجيها وتجيها احتمال ساعة أو ساعتين، ما يلحق حتى يترس التانكيات اللي موجودة بالبيت. وصارت مناطق هواية توسعت الصعب الفلوجة، يعني حتى من سكة القطار مقفولة تقريبا إلى الصقلاوية قفلت يعني، وأكثرية تشكي يعني من شحة المياه. فإن شاء الله المشروع الجديد إن شاء الله راح يقضي على هاي كلها إن شاء الله. وهناك مناطق بجنوب المدينة تعاني من شحة المياه في أثناء الصيف، فمن المؤمل أن تقضي عليها هذه المشاريع المحالة من الوزارة. إن الحروب التي مرت بها المحافظة وقلة التخصيصات المالية حالتا دون إنجاز كثير من المشاريع الخدمية، وبعضها قد تم تأهيلها على نفقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. اشتكى مراجعون في دوائر الضريبة بمدينة الموصل من الروتين المفرط والانتظار لساعات عديدة لإنجاز معاملة، وطالب المواطنون الحكومة باتخاذ خطوات لتخفيف هذه الإجراءات الروتينية التي أنهكتهم، وأكدوا أن تحسين مستوى الخدمات وتوفير النظام الإلكتروني سيسهمان في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الضغط عن المراجعين. والله الطابة ومزدحام، يعني هاي الضريبة احنا من الساعة 8 لحد الآن شغلنا ما مشي. إذا سويها إلكترونية أريح لنا للمواطن أريح. الاستنساخات تقريبا صرفنا 30-40 ألف بس استنساخات. المدير تروح عليه 40 نفر قدامك، تروح على المعاون 30-40 نفر قدامك. وإنما إلكتروني بعض الدوائر الحكومية أصرف لنا. والله نعاني من الروتين القاتل يعني بالدوائر، يعني نطب على غرفة نطلع إنه بيرجعونا 3 مرات على نفس الغرفة، يعني نفتر على 7 غرف 3-4 غرف، ومع ذلك يعني استنساخات روح جيب ودي 30-40 ألف نصرف بس استنساخات ورقية. المفروض يسووها إلكترونية شغلة منظمة، ومع ذلك انه مثلا يوم الخميس الصندوق الساعه 11 ينسد، ليش؟ يعني خلوه ال 12 للوحده، يعني هسه المعامله ما تكمل الساعه 12 والصندوق الساعه 11 ينسد، يعني لازم ينتظر ثاني يوم يجي بس على مود يسدد. والله على شو دوائر الحكوميه قلت لك ان احنا من الساعه 8 هسه الساعه 12 بعد ما كملنا مكان واحد، يعني وين ما تروح ازدحام. فاحنا نطلب انه شو يسهلون الامر شويه احسن، لو كتروني لو طريقه اسهل من هذا الشيء. نهايه الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. استنفار امني بعد استشهاد مقاتلين بكمين لارهابي داعش في كركوك، والسودان يوجه برفع جاهزيه القوات الامنيه. شركة طيران تلغي رحلاتها إلى العراق، وأخرى تحول مسارها بعيدا عن أجوائه بسبب القصف الإيراني. غارات في غزة ومعارك في لبنان، والبنتاغون يحذر الفصائل لن نتردد في مواجهة أي تهديد لمصالحنا. البرلمان يناقش موازنة العام المقبل، ونواب يحذرون من تداعيات الضرائب، احذروا غضب العراقيين. واجتماع ثلاثي مرتقب لاستئناف صادرات نفط الإقليم، حكومة كردستان تؤكد بغداد ستفاوض الشركات العالمية. مشاهدينا الحصاد انتهى، إلى اللقاء في أمان الله.